يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص بحث عن وظيفة لمدة طويلة ولم يجد، ثم بعد فترة من الزمن عمل في بنك ربوي مضطرا لأنه متزوج ولديه أولاد، فما هو الرأي في هذا؟ الرأي عقب ما خلص وعقب ما اشتغل كان سأل قبل، أما ما دام اشتغل على ذمته، الله أعلم. نعم.